تحت شعار نعتني بصحتك لتكمل حجتك، افتتح سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة ورشة عمل كوادر حملات الحج الرسمية لعام 1443 للهجرة، والتي نظمتها اللجنة التنسيقية لبعثة مملكة البحرين للحج. جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج وعدد من المسؤولين، إلى جانب أعضاء اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية وممثلي حملات الحج البحرينية. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن اللجنة التنسيقية لبعثة مملكة البحرين وضعت كل إمكانياتها من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين قبل سفرهم، من خلال الرعاية الصحية والتطعيمات الوقائية، وكذلك العمل على رفع مستوى وعيهم الصحي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة طبية ومهمتها تقديم ما يحتاجه حجاج مملكة البحرين من رعاية صحية وخدمات علاجية في مختلف الأماكن المقدسة. من جانبه أكد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج على الدعم اللامحدود الذي تلقاه البعثة من قبل جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف توفير الرعاية الشاملة والاهتمام بكل حاج، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل دافعا لبذل المزيد من الجهد في خدمة ضيوف الرحمن. طبعا احنا بنكون متواجدين في مكه وفي منى وفي عرفات، راح نستقبل كل الحالات من حجاج مملكه البحرين. طبعا اي حمله ننصحهم اذا كان عندهم اي مرض ولا شيء راجعونا. طبعا احنا نحث حجاج مملكه البحرين بتجنب يعني ضربات الشمس خاصه في الحر هذه، يحاولون دائما يشربون كميه كبيره من السوائل، يحاولون يبتعدون عن ساعات الذروة خاصة في الشمس، خاصة أثناء السعي وأثناء الطواف، ودائما إذا حسوا أي تعب على طول يراجعون العيادة. طبعا في ننصح طبعا الحجاج قبل لا يجون يستقبلون تطعيماتهم، يستقبلون جميع أدويتهم خاصة مرضى الضغط، مرضى السكر، يراجعون ضروري المركز الصحي لأخذ جميع الأدوية. من أهم اللقاحات الموصى بها للحجاج قبل توجههم للديار المقدسة هو اللقاح المضاد للمكورات السحائية الرباعي الذي يحمي من التهاب السحائي الذي يؤثر على أغشية المخ، ويوصى لجميع الحجاج بأخذ هذا اللقاح. ممن أخذوا اللقاح مسبقا ومر على أخذهم لهذا اللقاح 5 سنوات لابد من تلقي جرعة أخرى من هذا اللقاح، وأيضا لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يغطي أكثر فيروسات الإنفلونزا الموسمية انتشارا في الموسم،